أنا الآن في الطواف لاستكمال باقي مناسك العمرة عن المرحومة يسرى سلمان حامد الشاعر حرم محمد رشيد الشاعر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازها بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كانت محسنة فزد في حسناتها وإن كانت مسيئة فتجاوز اللهم عن إساءتها. اللهم تقبل منها القليل وتجاوز عنها التقصير. اللهم افتح أبواب السماء لروحها وأبواب رحمتك وأبواب جنتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم مد لها في قبرها مد بصرها. اللهم انزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم افسح لها في قبرها ونور لها فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا قيوم أقمها على نور في قبرها ومستبشرا بحسن إجابتها وتثبيتك إياها عند السؤال. اللهم أعذها من عذاب القبر وجفاف الأرض عن جنبيها. اللهم اغفر واصرح عن ميتتنا وباعد بينها وبين فتنة القبر واجعلها روضة عليها مستبشرا بلقائك. لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب. اللهم انقلها من ضيق اللحود والقبور ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرس مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.